أسانج احتجاجات ضد قرار حظر التجوال الليلي واعتقال 40 شخصا داخل مقهى شعبي. خرج عشرات الشباب والمراهقين لشوارع منطقة بن مكادة في محاولة لتنظيم مسيرة ضد قرار منع إقامة صلاة التراويح بسبب حالة الطوارئ الصحية. أوقفت المصالح الأمنية بطنجة عشرات الأشخاص مساء اليوم الخميس بعد خروجهم للاحتجاج ضد قرار حظر التجوال الليلي بمنطقة بني مكادة. كما أوقفت المصالح الأمنية مساء اليوم مجموعة من الأشخاص بعد مداهمة مقاهي متواجدة بكل من أنحاء مغوغة وعزيب الحاج قدور إثر عدم التزامهم بتدابير حالة الطوارئ الصحية. وقد أسفرت العملية عن توقيف 40 شخصاً كانوا داخل المقهى لرفضهم لامتثال تدابير وإجراءات الإغلاق الليلي التي أقرتها السلطات الحكومية للحد من تفشي السلالات المتحورة للفيروس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي إن ماروك.